السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إحنا في الفيديو دوت والفيديو اللي بعده إحنا هنراجع على الفيزيكس بتاعت الترم دوت كله، سواء كرولز أو سواء كطريقة حل أو كده، أو سواء حاجات في النظري. الموضوع بسيط جدا وصغير جدا. إحنا تشابتر 3 بيتكلم على هيدروستاتكس. يعني إيه هيدرو؟ يعني فلويدز. الفلويدز ذات ممكن تكون جازس، ممكن تكون ليكويد. ستاتيك يعني هي في حالة ثبات، إحنا مش بندرس وهي بتتحرك، إحنا بندرس وهي ثابتة في مكانها. الهيدروستاتيك يعني الفلويدز سواء ليكويد أو جازس، إحنا بنقيس لهم تو بروبرتيز مهمين جدا، اللي هما الدنستي والبرشر. الدنستي بالنسبة لي السوليدز او الليكويدز بتكون كونستانت بالنسبه للفوليوم او الماس. هي ديبند على مين؟ ديبند على الماتيريال، نوع الماتيريال نفسها والتمبرتشر. يعني مهما غير لك في ماس او غير لك في فوليوم او غير في اي حاجه، لو هي نفس الماتيريال ونفس التمبرتشر يبقى الدنسيتي ثابته. اما بالنسبه للجازز فبتكون فاريبل، بتكون ديبند على الفوليوم، لان انا لو غيرت الفوليوم بتاع الجاز هيحصل له كومبريشن لان هو كومبريسبل، فالدنستي بتزيد. الدنستي مينلي في مايكروسكوبيك سكيل بتكون ديبند على، او هي نتيجه لي حاجتين، سيبريشن بتوين ذا اتومز، هكتبها اتوميك سيبريشن، وتاني حاجه الاتوميك ويت، يعني الاتوم نفسها هي تقيله قد ايه او الماس اللي فيها قد ايه، والمسافه ما بين الاتومز. لو انا قللت المسافات ما بين الاتومز فكده الدنستي بتزيد، لو انا عليت الاتوميك ويت فالدنستي بتزيد. فالاتوميك ويت طبعا ده ديبند على نوع الماتيريال، هو ايرن ولا ووتر ولا ميركري ولا هيدروجين ولا اكسجين ولا ايه، على حسب نوع الماتيريال نفسها بيعتمد الاتوميك ويت. الاتوميك سيبريشن دي بتفرق في الستيت اذا كانت سوليد او جاز او ليكويد، وكمان بتفرق في التمبرتشر، لما التمبرتشر بتزيد فالاتوميك سيبريشنز بتزيد. الدنستي دائما بتاخد سامبل اسمه رو، وهو بيكون ايكوال ماس اوفر الفوليوم. ده كده الرول الاساسي بتاع الدنستي. يا ريت نميز ما بين الرو والبي، عشان البي ديت بتاعت البريشر. اليونت بتاعت الدنستي هي عباره عن كيلوغرام بير متر كيوب، دي يونت الاس اي الاساسيه اللي احنا شغالين بيها. يعني اصلا المفروض اغلب المسائل لو اليونت دي مختلفة فاحنا المفروض نحولها، يعني لو لقيتها بالجرام احول لكيلو جرام، لو لقيت بالسنتيمتر كيوب احول للمتر كيوب. عندنا حاجة تانية اسمها ريلاتيف دينستي، وقلنا ان الريلاتيف دينستي ديت هي دايما بتكون الدينستي بتاعة الماتيريال اوفر الدينستي بتاعة الووتر. دايما ووتر، دايما بنجيبها ريلاتيف تو ذا ووتر، واليونت بتاعتها مالهاش فبنقول عليها يونت لس، لان هي الدنستي اوفر دنستي. ممكن تكون الماس بتاعت الماتيريال اوفر الماس بتاعت الووتر لو هما الاثنين ليهم نفس فوليوم، نفس الفوليوم. او ممكن نقول ان هي الفوليوم بتاع الووتر اوفر الفوليوم بتاع الماتيريال لو هما الاثنين ليهم نفس الماس وطبعا نفس التمبرتشر. يعني لو سيم فوليوم او سيم ماس لازم يكونوا الاثنين نفس التمبرتشر. وديت بتيجي لو احنا عملنا سبستيتيوت بالدنستي بتاعت الماتيريال اوفر الدنستي بتاعت الووتر بالماس والفوليوم، يبقى ماس بتاعت الماتيريال اوفر فوليوم بتاعت الماتيريال، ماس بتاعت الووتر اوفر فوليوم بتاع الووتر. لو سيم فوليوم الفوليوم هيروح مع الفوليوم، لو سيم ماس الماس بيروح مع الماس، بس الفوليوم بتتشقلب عشان هي تحت. بس الرول اللي انا بشتغل بيه دايما في المسائل هو ده. يعني دول ممكن يظهروا لي في مسائل بس بيظهروا قليل قوي. الدنستي بتاعت الووتر رقم كونستانت هو 1000 كيلوغرام بير متر كيوب. فانا لو مديني ريلاتيف دنستي وعايز اجيب منها دنستي عاديه، كل اللي احنا بنعمله ان انا اروح اعمل ملتيبلاي 1000. لو هو مدينا دنستي عاديه وعايز اجيب الريلاتيف دنستي فانا هعمل ديفايدد 1000. ده كده بالنسبه للجزء الاولاني اللي هو الدنستي، ولازم نبقى عارفين البارامترز كويس قوي، ولازم نبقى عارفين ان هي في السوليد والليكويدز بتكون كونستانت ات كونستانت تمبرتشر، انما الجازز بتكون فاريبل، بتكون ديبند على الفوليوم بتاع الجاز عشان الجازز كومبريسبل، انما السوليدز او الليكويد انكومبريسبل. بالنسبه للبريشر لازم نكون عارفين شويه معلومات مهمه جدا عن البريشر. اول حاجه ان البريشر دوت بيتقاس ات بوينت، يعني مفيش حاجه اسمها اقول لك البريشر اللي على جسم، لا هو على بوينت في الجسم، ما ينفعش على البادي كله او ما ينفعش على الجسم كله. ما ينفعش مثلا اجي اقول لك غواصه تحت الميه فعايز البريشر عليها، هو اكشن مش البريشر عليها، البريشر عند نقطه على الغواصه. فالبريشر دايما لازم تكون عارف ان هو عند نقطه،
dimensionless. ال pressure scalar quantity، على عكس ما ناس كتيرة فاكرة ان هو vector quantity، لا هو ال pressure scalar quantity. احنا هنقسم ال pressure بتاعي في الشرح في ال revision لجزئين، جزء due to solid و due to liquids او fluids عموما، بس خلينا نقول liquid دلوقتي. لو النتيجة ال solid body، فانا لو عندي فورس ايا كان الفورس دي بتاكت على سوليد بادي او بتاكت على بادي عموما، فالبريشر بيتعرف ان هو عباره عن النورمال فورس اللي بتاكت على البادي اوفر الاريا اللي هي بتاكت عليها. عشان كده كتبت علامه بربنديكولار. لو في حاله ان الفورس اللي بتاكت على السيرفيس انكلايند على السيرفيس مش بربنديكولار، وده النورمال اللي على السيرفيس دي اسمها انجل ثيتا، فيبقى كده البريشر هيكون ايكوال اف كوساين ثيتا اوفر الاريا. لان احنا خدنا الترم الاول ان دايما لما باجي اخد انجل مع سيرفيس دايما باخدها مع النورمال على السيرفيس، زي مثلا الانسيدنت انجل والريفلكتد انجل والريفراكتد والكلام ده دايما باخدها مع النورمال. فلو لقيت الفورس عامله انجل مع النورمال ثيتا، يبقى كده البريشر هيكون اف كوساين ثيتا اوفر الاريا. لان انا لو عملت ريزولوشن للفورس ديت جزء بيربنديكولار وجزء تانجنت للسيرفيس، فديت هيبقى كوساين وديت هتبقى ساين ثيتا، فانا باخد الجزء البربنديكولر بس هو دوت اللي يعمل لي بريشر. ولو البريشر دوت نتيجه لريجولر سوليد بادي ويكون رايت، يعني عندي ريجولر سوليد بادي كده ورايت يعني مش مايل، يكون واقف بربنديكولر على السيرفيس ريجولر، يعني مثلا مش داخل على رفيع، مش تخين مش تقيل من حته ورفيع وخفيف من حته، لا ريجولر يعني الاريا هنا قد الاريا هنا، يبقى لو ريجولر سوليد بوديز فالبريشر بيكون ايكوال الفورس اوفر الاريا، الفورس اللي بيعملها اللي هي الويت بتاعته يعني ام جي اوفر الاريا. الماس من هنا هو اقدر اقول ان هو الدنسيتي في فوليوم، يبقى الدنسيتي في الفوليوم في الجي اوفر الاريا. الدنسيتي الفوليوم بقى اقدر افكه بالنسبه للريجولر رايت سوليد بوديز، بيكون دايما الاريا بتاعت البيز ملتبلاي الهايت، دايما الريجولر سوليد بوديز بيكون الفوليوم بتاعهم اهو equal الاريا بتاعت البيز ملتبلاي الهايت. لو هو مش ريجولر او مش رايت فالرول دوت ما بينفعش، فيبقى كده هتبقى الدنسيتي ملتبلاي الاريا ملتبلاي الهايت ملتبلاي جي اوفر الاريا. طبعا الاريا هتروح مع الاريا، فدايما البريشر في الحاله ديت بتاع السوليد ريجولر بادي دوت بيكون عباره عن رو في جي في اتش، وده سبيشال جدا ما ينفعش نستخدمه غير لو متاكد ان هو ريجولر ورايت نتيجه الليكويد. فبيكون البريشر عند بوينت انسايد ا ليكويد، اهو ده مثلا كونتينر، عايز البريشر عند بوينت هنا الدبث اتش، الدبث اتش دوت هو الهايت بتاع الكولوم بتاع الليكويد اللي فوقيها، ماليش دعوه باللي تحتها خالص، انا ليا في اللي فوقيها، اللي فوقيها دوت هو اللي بيعمل بريشر عليها. فبيكون البريشر برضو ايكوال رو في جي في اتش، ده اللي الليكويد عامله على البوينت ديت. لو في عندي اتموسفيريك بريشر كمان مؤثر، فبيبقى التوتال بريشر، يعني لو قال لي انا عايز البريشر من الليكويد بس يبقى رو جي اتش، لان هو ما قالش انا عايز كمان التوتال بريشر، او ما قالش انا عايز تاثير الاتموسفيريك بريشر. انما لو قال لك عايز البريشر عند بوينت وسكت، او قال لك عايز التوتال بريشر عند بوينت، يبقى انت هتجيب كل اللي بيأثر عليها، اللي بيأثر على الاتموسفيريك كمان بريشر بيأثر، يبقى اوكي، يبقى بي اي بلس رو جي اتش. ودوت بيستلزم طبعا ان الكونتينر يكون مفتوح او اوبن، عشان خاطر الاتموسفيريك بريشر دوت يقدر ان هو ينقل التاثير لجوه. لو جيت اقيس البريشر بتاع الديو تو ليكويد عند بوينت، بيكون في كل الدايركشنز قد بعض، فعشان كده بنقول ان هو سكيلر كوانتيتي ملوش دايركشن محدد. يعني ان انا قلت ان البريشر دوت بيبقى الهايت نتيجه للهايت اللي فوقيه، بس دوت برضو الهايت اللي من هنا اهو ناقل البريشر بتاعه لتحت، بيتنقل في كل حته في الليكويد. فعشان كده دايما البوينت اللي جوه ليكويد بيكون البريشر من كل الدايركشنز، ما بيبقاش من دايركشن واحد. ولو حطيت اي سيرفيس جوه ليكويد، يعني مثلا لو جيت حطيت هنا كوره كده، البريشر دوت بيعمل لي حاجه اسمها بريسنج فورس، اللي هي الفورس النتيجه للبريشر، اللي هي الفورس ديت هتبقى بي في اي. البريسنج فورس ديت عند اي نقطه بتكون بيربنديكولار على البادي، نتيجه لان دايما البريشر تحت عشان هو عند دبس كبير هيبقى اكبر من البريشر فوق عشان هو عند دبس قليل، فدايما بيحصل حاجه اسمها ريزلتنت فورس اسمها بويانس فورس ابورد، اللي هي بنقولها بالعربي قوه الرفع. فايه هي البويانس فورس ديت؟ اف بي. البويانس فورس ديت ان انت لما بتحط دايما بادي تحت ليكويد، بيقدر ان هو الليكويد دوت يزق البادي لفوق يرفعه،
عشان كده مثلا لو جبت كرة حديد رميتها في الهواء بتقع بسرعة، انما لو جيت رميتها في ليكويد فبتقع بالراحة، او انت حاولت تشيلها جوه ليكويد هتحس ان هي وزنها اخف. ليه وزنها اخف؟ عشان الليكويد مساعدك ورافعها معاك، وده طبعا اللي بيخلي حاجات مثلا زي حتة خشب او حتة فلين او كده تحطها تحت المية فبتروح مرفوعة لفوق، ده نتيجة للبوينس فورس اللي بتاكت عليها. وطبعا عارفين السبب، ان احنا لما بنيجي نعمل سد بنعمله عريض من تحت ورفيع من فوق، عشان خاطر at higher depth بتكون الفورس او البريشر اللي بيأثر على الدم بيكون كبير، فلازم تكون البيز عريضة عشان خاطر تقدر تولرنيت او تقدر ان هي تستحمل الهاير بريشر او الهاير فورس اللي بتنتج من البريشر ديت عند اللور ديبث. عندي تو كونسبتس مهمين قوي بالنسبه لي. اول كونسبت هو ايه؟ هو ان انا لو عندي الريجولر كونتينر مليان ليكويد كله من نفس الكايند، كله سيم كايند اوف ليكويد، فعند سيم هوريزونتال ليفل البريشر عند البوينت دي او دي او دي او دي بيكون كله ايكوال. يعني لو بريشر هنا اسمه بي فهنا يبقى بي بي بي. فواحد يقول لي انت قلت لي ان هي ديبند على الدبس. ما هم كلهم نفس الدبس. هتقول لي لا، ده الهايت بتاع الليكويد هنا اقل من هنا اقل من هنا واتيفر، يعني ممكن نصغر واحده شويه بس عشان تبقى منطقيه شويه. هقول لك لا، الدبس دايما من اعلى بوينت في الليكويد كله، لان البريشر في الليكويد من هنا بيتنقل في كل حته لحد ما يوصل للنقطه دي او دي او دي، بيبقى دايما في الهوريزونتال ليفل دايما بيكون البريشر ايكوال في كل حته. تاني حاجه، ان انا لو عندي كذا كونتينر different shapes and sizes مش مهم بالنسبه لي الاريا بتاعتهم عامله ازاي ولا الشيب بتاعهم عامل ازاي، طالما هم كونكتد من تحت وجيت مليت ليكويد في ناحيه فالبريشر هنا بيبقى قد هنا قد هنا، فبالتالي الهايت هنا هيبقى قد هنا قد هنا لو هم نفس نوع الليكويد. لو الانواع الليكويدز مختلفه بتفرق، بس لو هم نفس النوع فبيوصلوا لنفس الهايت، فالاريا مش فارقه. عشان خاطر في مسائل كتير يقول لك انا كبرت الاريا فهتعمل ايه في الهايت، خلي بالك الاريا مش هتفرق في حاجه، هما الاثنين هيبقوا نفس الهايت، الشيب مش هيفرق في حاجه. دول كده الحاجتين دول هما ديبند بشكل اساسي على برينسيبل اللي هي اسمها باسكالز برينسيبل. باسكالز برينسيبل بتقول ان انا لو عندي كونتينر فيه ليكويد معين، حطيت مثلا هنا بيستون عشان هغير في البريشر او اتحكم في البريشر مكبس كده، وده كله مليته بليكويد، ففور اكزامبل مثلا انا عندي هنا في اتموسفيريك بريشر بيأثر، الاتموسفيريك بريشر ده بيوصل لكل بوينت في الليكويد. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جيت اقيس البريشر عند بوينت هنا فهي الدبس من اعلى بوينت هنسميه مثلا اكس، فيبقى البريشر هنا هيبقى ايكوال للاتموسفيريك بريشر بلس رو جي في الدبس اللي هو اسمه اكس، يبقى البريشر فضل يتنقل كده 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 لحد ما وصل على البوينت دي وخلى الاتموسفيريك بريشر تاثيره يوصل لحد هنا. يبقى اي بريشر زياده بيتاكت على الليكويد في حته معينه البريشر دوت بينتشر في الليكويد كله لحد ما ياثر على كل البوينتس حتى على الوولز بتاعت الكونتينر نفسه. فلو جيت مثلا اقول البريشر عند بوينت هنا مثلا اسمها نسميها مثلا واي، عند دبس من هنا لحد اعلى بوينت اسمه واي، فيبقى البريشر عند واي اللي هي دي هيبقى ايكوال الاتموسفيريك بريشر برضو بلس رو جي في الدبس اللي هو اسمه واي. يبقى ماليش دعوه اللي فوقيها نفسه فين، انا ليا دعوه ما دام هما كونكتد ببعض يبقى انا ليا باعلى ايه؟ اعلى دبس في الليكويد كله. لو عند بوينت هنا اسمها زد مثلا، فهتلاقي ان البريشر هو اكوردنج للدبس دوت اللي هو اسمه زد، فيبقى البريشر عند زد هيبقى ايكوال برضو الاتموسفيريك بريشر بلس رو في جي في زد. طب البريشر عند بوينت هنا على طول هيبقى ايكوال اتموسفيريك بريشر، بس لو كل دوت لو البيستون نفسه ويتلس. لو جيت انت بقى على البيستون ده ورحت عامل فورس، فانت لما تيجي تعمل فورس يبقى انت كده عملت بريشر على الليكويد كله، فتلاقي البريشر عند اكس زاد حته، زاد البريشر اللي انت زودته هسميه دلتا بي مثلا، هتلاقي البريشر عند زد زاد برضو دلتا بي، هتلاقي البريشر هنا تحت البيستون على طول زاد دلتا بي، هتلاقي البريشر عند واي زاد دلتا بي. يبقى انت لما بتزود بريشر في حته في الليكويد البريشر ده اللي انا زودته من هنا اللي هو اسمه دلتا بي انتشر في الليكويد كله في كل حته في الليكويد. لما اجي اقيس البريشر في اي حته في الليكويد لازم ازوده. ده اللي خلانا هنا نزود الاتموسفيريك بريشر، يعني هو باسكال برينسيبل احنا بنستخدمه من اول الشابتر بس احنا ما خدناهوش غير في اخر الشابتر. طيب بناء على الثلاث قواعد دول عندنا اربع ابلكيشن. اول ابلكيشن اللي هو اسمه يو شيبد تيوب، ثاني ابلكيشن اللي هو اسمه بارو ميتر،
تالت ابلكيشن اللي اسمه مانو ميتر. رابع ابلكيشن اللي اسمه هيدروليك بريس. اليوتيوب دي تيوب هي سبحان الله عباره عن تيوب على شكل حرف يو، بتتملي في الغالب بتو ليكويدز مثلا ووتر واويل، لان لازم التو ليكويدز دول يكون اميسيبل، اميسيبل يعني غير قابلين للاختلاط. فانا باجي عشان اشتغل على اليوتيوب دي تيوب ديت، بروح جاي اعمل ايه؟ مطبق البرنسبل اللي احنا قلناها هنا، ان البريشر دايما عند اول هوريزونتال بوينت ليفل ات سيم ليكويد ار ايكوال. فانا اجي عند هوريزونتال ليفل اللي هو ده عشان يكون البوينت ديت جوه الووتر، والبوينت دي برضو تعتبر جوه الووتر، يعني البوينت دي البريشر اللي مأثر عليها هو بريشر الووتر برضو موجود لان هي لمسه الووتر، وديت برضو لمسه الووتر، يبقى دول كده نفس الهوريزونتال ليفل نفس الليكويد. ما ينفعش تشتغل عند بوينت عند ليفل فوق ده، لا، عشان خاطر الليفل اللي فوق دوت هيبقى بوينت توتالي انسايد ا ليكويد والبوينت الثانيه انسايد انذر ليكويد. فانا اشتغل على الهايت دوت، هسميه الهايت بتاع الاويل او ايا كان اسم الماتيريال اللي موجوده. الهايت دوت مثلا هايت ووتر، فانا عارف ان البريشر هنا هيبقى ايكوال البريشر هنا، البريشر هنا هيبقى الاتموسفيريك بريشر، لان الاتموسفيريك بريشر مؤثر في الناحيتين، هيبقى الاتموسفيريك بريشر بلس رو اويل في جي في اتش اويل، ودوت هيبقى الاتموسفيريك بريشر برضو مؤثر بلس رو ووتر جي في اتش ووتر. فاحنا هنلاحظ ايه اللي هيحصل، الاتموسفيريك هيروح مع الاتموسفيريك، الجي هيروح مع جي، فضل لي ان رو اويل اتش اويل ايكوالز رو ووتر اتش ووتر. ولو عندي التيوب فيها ناحيه كبيره وناحيه صغيره، دي مثلا اسميها اي 1 دي اسميها اي 2، فمش بتفرق معايا في اي حاجه. لو جيت اشتغلت هشتغل بنفس القانون بالظبط، تمام. الفرق الوحيد في ايه؟ الفرق الوحيد ان انت لو عندك الووتر اصلا كان موجود، فهما الاثنين على نفس الليفل اكوردنجلي البرنسبل الثاني اللي احنا قلناه، بس لو جيت حطيت اويل في ناحيه ايا كان بقى الناحيه الكبيره او الصغيره، فالاويل بيزق الووتر لتحت شويه، فالووتر بيتحرك ديسبليسمنت هنسميها دي 1، فالناحيه الثانيه الووتر بيعلى ديسبليسمنت ثانيه اسمها دي 2. دي 1 مش لازم تبقى قد دي 2، هو اللي لازم يكونوا قد بعض ان الفوليوم اللي نزل لتحت قد الفوليوم اللي طلع لفوق، يبقى الفوليوم اللي عمل displaced downward قد الفوليوم اللي عمل displaced upward. فطبعا ما دام هم regular shape، يعني مش طالعين على كبير ولا صغير والكلام ده، هم regular، فيبقى A1 D1 تبقى equal A2 D2. ده اللي احنا نقدر نعرف بيه ال difference بقى قد ايه. لو انت عايز بقى ال height بتاع الووتر من ال separating surface اللي هو من هنا لهنا، فالهايت بتاع الووتر بيكون ايكوال او ايا كان الليكويد اللي تحت، ما ممكن يبقى ميركوري، ممكن يبقى اي حاجه ثانيه، هو يبقى عباره عن دي 1 بلس دي 2 اهو، دي 1 بلس دي 2. وديت ما تعتبرش حاجه في الشرح، يعني ما يعتبرش رولز او كده، دي حاجه في الجيومتري بتاعه المساله، ودي انا مش هستخدمها غير لو قال لي ان في حته طلعت او في حته نزلت، انما لو ما فيش حته طلعت ونزلت انا هشتغل بالرول ده على طول وخلاص، مش فارقه في حاجه. يعني انا كده كده انا بعمل كل ده عشان اجيب مثلا الهايت بتاع الووتر، وبعدين اجي اروح اعمل سبستيتيوت في الايكويشن الاساسيه. لو انا التيوب عندي فيها كذا ليكويد، يعني مثلا في ليكويد تحت تقيل زي ميركوري مثلا او كده، في ليكويد هنا، في ليكويد فوقيه، في ليكويد فوق هنا، ان شاء الله يا رب يكون عندي 10 ليكويدز، بنقي برضو الليفل اللي انا اشتغل عليه اقل سيبريتنج سيرفيس اللي هو ده، هو ده اقل سيبريتنج سيرفيس. عندي دوت الليكويد الاولاني مثلا نسميه اتش 1 الهايت بتاعه، دوت مثلا اتش 2، الليكويد الثالث التقيل اللي تحت مثلا الهايت بتاعه اتش 3، يا رب تبقى واضحه عندكم، دوت هيبقى اتش 4 مثلا الاحمر. فانا لما اجي اشتغل الايكويشن بتاعتي هقول ايه؟ هقول الليفت ايكوال الرايت، التوتال بريشر عند الليفت ايكوال التوتال بريشر عند الرايت، الاتموسفيريك بريشر هيروح لو الناحيتين اوبن، الجي هتروح عشان هيبقى كلهم فيهم جي، فيبقى عندي اللي هيفضل لي رو 1 اتش 1 بلس رو 2 اتش 2، ده اللي هم في الليفت، دول هيبقوا ايكوال رو 3 اتش 3 ده اللي في الرايت بلس رو 4 اتش 4. فطبعا اي ثينك ان هي سهله ما فيهاش مشكله، ان شاء الله يحط لي 20 ليكويد في التيوب، مش فارقه خالص. الباروميتر هو بيعتمد على نفس الموضوع، انا بيبقى عندي تيوب مليها ليكويد، الليكويد ده لازم يكون ميركوري، لان انا بشتغل دايما على بارومتريك ميركوري باروميتر سوري، بحط التيوب دي كلها جوه الميركوري، وبعدين ابدا ان انا اوقفها او ارفعها واحده واحده لحد ما يظهر لي هنا فاكيوم. لازم يظهر فاكيوم، لو ما ظهرش فاكيوم ما نقدرش نشتغل. وبرده هطبق نفس البرنسبل ديت، ان عند تو بوينتس عند نفس الليفل سواء دي او دي او دي، البريشر هنا
هيبقى equal pressure جوه. البريشر هنا هو الاتموسفيريك بريشر، البريشر جوه هو البريشر بتاع الميركري، فهيبقى ايكوال رو ميركري في جي في الهايت بتاع الميركري اللي جوه. فيبقى كده البارومتر يقدر ان هو يقيس بيه الاتموسفيريك بريشر. هو نفس فكره اليو شيبد تيوب، بس كان ناحيه من التيوب فيها الاير كله لحد اخر الاتموسفير، والناحيه الثانيه فيها ميركري، فبقول ان البريشر في الناحيه دي قد البريشر في الناحيه دي. يعني هو كان ده من الناحيه دي ميركري، وكان الناحيه الثانيه كلها الاير كله او الهايت بتاع الاتموسفير كله. لازم يكون في فاكيوم، لان لو ما فيش فاكيوم، لو في اير هنا تراب يبقى انت تعمل بلس البريشر بتاع الاير اللي جوه تراب، لو في ليكويد تاني فوق الميركري مثلا فيبقى تعمل البريشر بتاع الميركري بلس البريشر بتاع الليكويد التاني. ده طبعا لعب في المسائل، الكلام ده ما بيحصلش في الحقيقه، بس بيجيبها لي في المسائل. يعني بيجيب لي في المسائل لو انا عملت كذا يحصل ايه، لو انا عملت كذا يبقى البريشر ايكوال ايه، تبقى انت فاهم احنا بنعمل ايه عادي خالص. برغم ان الباروميتر هو ابلكيشن، الا ان احنا بنعمل له ابلكيشن تاني ان احنا نقيس بيه هايتس بتاعه بيلدينجز، او مش لازم بيلدينج طبعا، ممكن يكون ماونتن، ممكن تكون ديبس بتاع حفره، واتيفر. انا بحط الباروميتر هنا اقيس البريشر، احط الباروميتر هنا اقيس البريشر. مش هقول بقى الرولز جت منين لان احنا اتكلمنا عليها كتير قبل كده. انا هقول على طول ان الديفرنس في البريشر ده بيبقى ايكوال رو بتاعت الاير في جي في الهايت بتاع البيلدينج نفسه، اللي هو الديفرنس في الهايت بتاع الاتموسفير من هنا وهنا، فهو بيبقى ايكوال الهايت بتاع البيلدينج. لو حفره يبقى الهايت بتاع الحفره. دوت بيكون ايكوال لو انا بستخدم باروميتر، فيبقى ايكوال الدنسيتي بتاعت الميركري في جي في الديفرنس في الهايت بتاعت الميركري، وبشوف ايه الجيفنز اللي هو مدهني وبستخدمها على حسب الريكوايرز بتاعتي. نخش على المانوميتر، هو نفس الفكره برضو كانه يو شيبد تيوب، بس من الناحيه الثانيه تعتبر يا اما بتبقى مقفوله، يعني ساعات بيجيب لي يو شيبد تيوب ويقفلها لي من ناحيه، يا اما بتكون متوصله على كلوزد كونتينر او كلوزد فيزل فيها جاز، يبقى هنا في عندي جاز او ترابد اير، وفي ناحيه بتكون اوبن، وساعات في بعض المسائل يجيب لي ان هي مربوطه بكونتينر تاني، مش تفرق. احنا هنشتغل دلوقتي لو هي ايه اوبن، في المسائل بقى يبقى ربنا ايه يحلها ان شاء الله، هنلاقيها سهله جدا ما دام انا فاهم الكونسبت وفاهم الجهاز بيشتغل ازاي، فانا اقدر احل اي مساله تيجي عليه. هنا بيكون في تو كيسز. اول كيس لو الاتموسفيريك بريشر اقل من البريشر بتاع الجاز، وتاني كيس لو الاتموسفيريك بريشر اكبر من البريشر بتاع الجاز. فبنلاقي ان الليكويد اللي محطوط في التيوب في الكيس ديت بيبقى اعلى في الاوبن اند، يعني دي الاتش اهي، فبالتالي البريشر بتاع الجاز هيبقى ايكوال الاتموسفيريك بريشر بلس رو جي اتش. لان طبعا البريشر انت برضو نفس اللي احنا عملناه قبل كده، انت هتيجي عند اقل سبريتنج سيرفيس وهتقول البريشر اللي هنا قد البريشر اللي هنا، فالبريشر هنا هو بريشر الجاز، البريشر هنا هو بريشر الليكويد بلس بريشر الاتموسفير، فيبقى دوت كده اهو الكيس ديت. طب لو بريشر الاتموسفير هو الاكبر، فهو بيقدر ان هو يزق الليكويد لتحت، والديفرنس في الليفلز هيبقى هو دوت، فيبقى كده بريشر الجاز هو عباره عن هيبقى الاتموسفيريك بريشر ماينس رو في جي في اتش، الرو طبعا دي بتاعت الليكويد. فاكشوال المانوميتر هو مش بيقيس البريشر بتاع الجاز لوحده، ده هو كاني بقول ان هو بيقيس الديفرنس في البريشر بتاعت الجازز ما بين سوري ما بين الجاز والاتموسفيريك بريشر اللي بره، فالديفرنس في البريشر بيكون ايكوال رو في جي في الاتش، وممكن الرو جي اتش ديت ممكن تبقى بوزيتيف او ممكن تبقى نيجاتيف، ديت بتبقى على حسب مين اللي اكبر. في الحالة ديت بنعوض عنها ببوزيتيف لو الناحية الاوبن اعلى من الناحية الكلوزد، او بريشر الجاز اكبر من بريشر الاتموسفيري، يبقى الديفرنس في الهايت دوت بالبوزيتيف. انما لو العكس الاوبن اقل من الكلوزد، فبالتالي بنقول ان الديفرنس دوت بالنيجاتيف. الايكويشن ديت اللي هي انا مبروزها بالاخضر دي مش بنستخدمها كتير خالص في المسائل، بس هو انا عايز اقول حاجه بالنسبه للمانوميتر وبالنسبه للباروميتر. المانوميتر احنا ممكن نستخدم ووتر، ممكن نستخدم ميركري، ممكن نستخدم حاجات تانية، انما بالنسبه للباروميتر فاحنا دايما بنستخدم ميركري، ما ينفعش نستخدم ووتر. ليه؟ لان سواء هنا او هنا البريشر او الديفرنس في البريشر بيكون ايكوال رو في جي في اتش. فلو انا عايز احسب الهايت اللي هيطلع لي او ابريدكت الهايت بتاع الليكويد دوت، فبتلاقي ان الهايت دوت هيبقى ايكوال دلتا بي اوفر رو في جي، بالنسبه لهنا هيبقى بي اي اوفر رو في جي. فلو الديفرنس في الهايت دوت كبير، الديفرنس في البريشر دوت كبير، الهايت هيبقى كبير قوي، فانا لازم اعلي الدنسيتي بقدر الامكان عشان تقلل لي الهايت. يعني انا دلوقتي لو عندي بريشر كبير
difference في البريشر كبير، فيبقى كده الهايت هيكون كبير قوي، فلازم عشان خاطر اقلل الهايت لان انا كده احتاج تيوب كبيره قوي او طويله قوي عشان خاطر اقدر اقيس. فنروح عاملين ايه؟ حاطين ليكويد الدنستي بتاعته عاليه جدا زي الميركري، بحيث ان الدنستي لما تبقى عاليه الهايت يقل، فدول كده يلغوا بعض، يبقى كده الهايت بتاع الميركري او الليكويد اللي محطوط بقى ريدابل او حاجه معقوله اقدر ان انا اقيسها. وده بالظبط اللي بيحصل هنا، البريشر بتاع الاتموسفير كبير، فلو حطيت له حاجه الدنستي بتاعتها قليله زي الووتر هضطر ان انا الاقي الهايت بتاع الووتر جوه الكولوم حوالي 10.13 متر، يعني محتاج عماره بتاع بارومتر طول العماره، فطبعا هيكون صعب قوي. فبالتالي بتجيب ليكويد الدنسي بتاعته عاليه اللي هو الميركري عشان يبقى الهايت قليل ريدابل اللي هو حوالي 76 سنتيمتر، وديت بسيطه هجيب تيوب الهايت بتاعه 1 متر، الميركري هيطلع فوق 76 يبقى معقوله جدا. انما لو الديفرنس في البريشر دوت قليل فالهايت الديفرنس في الهايت هيكون قليل قوي، يعني مثلا انا لو كنت مستخدم مثلا ميركري او كده وبقيس جاز البريشر بتاع جاز البريشر بتاعه قريب قوي من الاتموسفيريك بريشر، فالديفرنس ما بينهم قليل، فتلاقي ان الهايت بتاع الميركري ده صغير جدا 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 مش قادر اقيسه. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اجيب باروميتر يكون الجاز اللي جوه دوت الدنستي بتاعته قليله قوي، فلما الدنستي بتاعته تكون قليله فبالتالي الديفرنس في الهايت هيكون كبير قوي فاقدر ان انا اقيسه، فهو هيكبر الديفرنس في الهايت فطبعا هيقلله بقى، فيبقى حاجه اقدر ان انا اقيسها. فيبقى امتى استخدم ووتر في المانوميتر وامتى استخدم ميركري؟ استخدم ووتر لو الديفرنس في البريشر صغير، استخدم ميركري لو الديفرنس في البريشر كبير. وفهمنا ليه؟ عشان خاطر الدنستس بتاثر في الهايت بتاع او الديفرنس في الهايت بتاع الليكويد في الناحيتين. طب بالنسبه للهيدروليك بريس، دايما الهيدروليك بريس بيكون فيه، هو عباره عن تيوب برده بتكون في ناحيه صغيره وفي ناحيه كبيره. الناحيه الصغيره بنحط لها باستون بيكون عليها ابلايد فورس بنسميها اف سمول، والاريا بتاعتها بتكون اسمها اي سمول. بنحط ليكويد انكمبريسبل وبنتجنب تماما ان يكون في اير بابلز او جاز بابلز ايا كانت نوعها، فهيحصل ريزلت فورس هنسميها اف كابيتال، يعني الفورس ديت ابلاي والفورس دي ريزلت، يعني انا بزق ده لتحت فده بيطلع لفوق. الاريا بتاعت ديت بنسميها اي كابيتال. المفروض من باسكال برينسيبل ان انا الابلايد بريشر اللي بعمله هنا بيتنقل في كل الليكويد، فانا هقول ان البريشر اللي من ده هيبقى ايكوال البريشر اللي من ده، يبقى بريشر 1 ابروكسيميتلي ايكوال بريشر 2. ليه قلت ابروكسيميتلي ايكوال؟ عشان المفروض البريشر هنا هو اللي بيبقى ايكوال البريشر هنا. لو الديفرنس في الهايت دوت نيجليجابل، هو مش مدولك في المساله ولا جايب سيرته ولا اي حاجه، فخلاص بتعتبر ان ده ايكوال ده وخلاص. لو جايب سيرته فانت بتجمع في الليفت هاند سايد البريشر بتاع الليكويد كمان معاها اللي هو الروجي اتش، او لو الناحيه الثانيه اكبر يبقى بتجمعه الناحيه دي وات ايفر. بس هو لو نيجليجابل مش قايلهولك او مش مديهولك او مش متكلم عنه خالص، فانت خلاص بتعتبر ان كان الاثنين في نفس الليفل، يبقى البريشر ده قد البريشر ده. البريشر هنا هو الفورس اللي انا عاملها هنا اوفر الاريا، البريشر هنا هيبقى الفورس اللي انا عاملها هنا اوفر الاريا. لو الفورس ديت نتيجه الويت، لو انا حاطط ويت يبقى بفكها ام جي. لو شقلبنا الدنيا هنلاقي ايه؟ ان اف اوفر اف هتبقى ايكوال اي اوفر اي. يبقى معنى كده انت ممكن تعمل فورس صغيره جدا تطلع لك فورس كبيره عشان خاطر الاريا هنا صغيره والاريا هنا كبيره، لان الريشيو ما بين الاريا هي الريشيو ما بين الفورس، يعني الريشيو ما بين الاريا مثلا لو 100 دي مثلا 100 سنتيمتر سكوير دي 1 سنتيمتر سكوير، يبقى كده الفورس انت لو عملت فورس هنا 1 نيوتن فالفورس اللي هتطلع هتبقى 100 نيوتن. فيبقى معنى كده ان الهيدروليك بريس احنا بنستخدمه عشان خاطر نحاول ان احنا امبليفاي الفورس، بعمل فورس صغيره تطلع لي فورس كبيره زي الليفرز كده. الهيدروليك بريس استخداماته فين؟ في الكار ستيشنز مثلا عشان خاطر اعمل رايز لكار او اعمل ليفتنج لكارز، يبقى هو استخداماته ان انا بعمل ليفتنج لكارز. وفي كمان استخدام تاني اللي هو في البريكس بتاعت العربيه، لما باجي بفرمل انا بدوس بالدواسه على هيدروليك بريس يعتبر، فبضغط اللي هو زيت الفرامل اللي بيقول عليه اللي هو جوه، فديت بتتحرك مسافه صغيره تروح قفش على او ضغط على الطنبوره، معرفش اسمها ايه بالانجلش، اسمها عند الصناعيه طنبوره، فتضغط على الطنبوره التيل بتاع الفرامل يضغط الطنبوره فيوقف العربيه. طبعا الفورس اللي بيضغط بيها ديت بتكون كبيره قوي مع اني انا دايس بفورس صغيره. ليه؟ عشان الهيدروليك بريس دوت هو اللي عمل لي الموضوع دوت، او هو اللي خلى لي كبر لي الفورس بحيث ان انا اقدر اوقف بيه العربيه. الكلام دوت هو اسمه ايتا،
اللي هي اسمها ميكانيكال ادفانتج بتاعت البريس. ميكانيكال ادفانتج يعني هو بيقدر يكبر لي الفرصه قد ايه. يعني لو لقيت ميكانيكال ادفانتج ب 50 يبقى دوت بيكبر لي الفرصه 50 تايمز، لو الميكانيكال ادفانتج ب 90 يبقى دوت بيكبر لي الفرصه 90 تايمز اند سو اون. فالميكانيكال ادفانتج هي عباره عن الفورس الريزلتد اوفر الفورس الابلايد، ده الاساس بتاعها. هنا في حاله ان هو ايديال بريس الفرق في الهايتس نيجليجيبل كل الكلام دوت، فبتطلع الريشيو هي الريشيو ما بين الارياز. انما لو الكلام ده مش متحقق يبقى هي هتبقى الميكانيكال ادفانتج تبقى دي بس. لو البريس دوت اتحرك عمل ديسبليسمنت اسمها واي 1 مثلا لحد ما وصل هنا، فده بيعمل ديسبليسمنت صغيره اسمها واي 2 لفوق، وبرده الريشيو ما بين الفورسز بتبقى هي الريشيو ما بين الديسبليسمنت اللي اتحركها. يعني انت دلوقتي لو بتحرك ديسبليسمنت كبيره قوي في الاخر هنا بيتحرك ديسبليسمنت صغيره، هي دي الضريبه اللي انت بتدفعها. انت بتاخد فورس كبيره بس في الاخر انت قصادها هتعمل ديسبليسمنت كبيره. ده كده الرول بتاع الهيدروليك بريس. في حاجه بس لازم نبقى عارفينها، ان لو هو ايدل بريس يبقى الورك الابلايد ايكوال الورك الريزلتد. لو هو ايدل، لو مش ايدل في فريكشن او في فيسكوستي او كده، فبالتالي هيكون بلس اللوس اللي هيحصل. الورك الابلايد جزء منه بيبقى ريزلتد وجزء بيبقى لوس. الورك الابلايد هو عباره عن الفورس الابلايد ملتبلاي الديسبليسمنت اللي انت اتحركتها. الورك الريزلتد هو عباره عن الفورس الابلايد ملتبلاي الديسبليسمنت اللي انت اتحركتها. عشان ديت في كتاب المدرسه، فممكن يجي يقول لك ايه احسب لي بقى الورك مش عارف ايه اي حاجه ايا كان، يبقى انت عارف بتشتغلها ازاي او بتحسبها ازاي. هنتكلم على اليونتس اوف بريشر وازاي نحاول ما بينهم. طبعا الاس اي بيز اللي انت المفروض دايما بتشتغل بيها هي الباسكال، اللي هي نيوتن بير متر سكوير. دي كده اليونت الاساسيه بتاعتنا اللي احنا المفروض شغالين عليها. في عندي يونت تانية اللي هي اتموسفيريك بريشر. طبعا ال1 اتموسفير هي عباره عن 1.013 تايمز 10 باور 5 بي اي. يبقى انا عشان احول مثلا من اتموسفيريك بريشر لي باسكال، فبنعمل ملتبلاي 1.013 تايمز 10 تو ذا باور اوف 5، فبالتالي العكس هتعمل ديفايد. عندي يونت اسمها بار. البار ديت هي عباره عن 10 باور 5 باسكال، عشان خاطر اليونتس بتاعت البريشر بتكون كبيره كلها تايمز 10 باور 5 تايمز 10 باور 4 تايمز 10 باور 6، فقال خلاص كل 100,000 باسكال هنسميهم 1 بار، فالعكس هيبقى ديفايد. طبعا تحويله من بار لاتموسفير كده بسيطه، يعني ما لهاش لازمه قوي. هو ان انا من اتموسفير لبار هنعمل ملتبلاي 1.013، العكس هنعمل ديفايد. ساعات بنستخدم الميركري او اي ليكويد تاني عشان خاطر نقيس البريشر، فطبعا الميركري هو المناسب قوي عشان خاطر الدنسيتي بتاعته عاليه قوي، فيقدر ان هو اقارن بيه في البريشر. فال1 اتموسفير بيكون كورسبوندنج كمتر ميركري 0.76. يعني لو عندي مديني ان البريشر 1 اتموسفير، فانا اروح ضربه في 0.76 يبقى هو ايكوال 0.76 متر ميركري. طب العكس بتعمل ديفايدد، يعني هو كانه اليونت بتاعت المتر ميركري دي اللي هو كاني بقول الايكويفالنت للكولوم ميركري الهايت بتاعه كذا. يعني لما اقول لك البريشر مثلا 50 متر ميركري، يبقى انت البريشر ده قد البريشر اللي عامله هايت من كولوم بتاع الميركري طوله 50 متر. العكس ديفايدد. طبعا عندي سنتيمتر ميركري ودي بنستخدمها كتير، وعندي ملي متر ميركري. والملي متر ميركري ليها اسم تاني اللي هو التور. التور ده من توريشيلي اللي اخترع الباروميتر واللي قدر يقيس البريشر بتاع الاتموسفير لاول مره، فتكريما ليه سموا اليونت بتاعت الملي متر ميركري ده باسمه، وهو برضو يعتبر السبب في اختراع اجهزه كتيره بتقيس البريشر زي اللي هو جهاز قياس ضغط الدم او البريشر بتاع ضغط الدم. فطبعا الاتموسفيريك بريشر هو عباره عن 76 سنتيمتر ميركري، فعشان احول من اتموسفيريك بريشر لسنتيمتر ميركري بعمل ملتبلاي 76، العكس طبعا هيبقى ديفايدد. عشان احول من متر لسنتيمتر، من سنتيمتر لمليمتر، من مليمتر لمتر، كل دوت احنا عارفينه قبل كده، اللي هو مثلا من متر لسنتيمتر هتعمل تايمز 10 باور 2 اللي هي 100، العكس ديفايدد. من سنتيمتر لمليمتر هتعمل ملتبلاي 10، العكس مثلا ديفايدد. من مليمتر لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 3، العكس بتعمل تايمز 10 باور 3 او ديفايدد 10 باور نيجاتيف 3، مش فارقه خالص. اخر تحويله هي لو انت هتحول من هايت ميركري ليونت من دول اللي هم الباسكال او البار، فانت هتعدي على الاتموسفيريك بريشر الاول. ده لو هو ما ادكش الدنسيتي بتاعت الميركري في المساله.
فانت مثلا لو مديك اليونت بتاعتك بالسنتيمتر ميركري، فانت هتحولها تايمز 76 عشان تحولها لاتموسفير، بعد كده تروح عاملها ديفايدد الرقم ده اللي هو 1.013 تايمز 10 باور 5، سوري مالتبلاي 1.013 تايمز 10 باور 5، انت تعمل ديفايدد الاول 76 وبعد كده مالتبلاي الرقم دوت عشان خاطر تحولها مثلا لباسكال. انما لو هو اداك الدنسيتي بتاعت الميركري، فانت ممكن دايركتلي تروح عامل مالتبلاي رو في جي، رو طبعا بتاعت الميركري مش اي رو. ليه؟ لان انا قلت ان الميتر ميركري دوت هو بقول هي هو البريشر اللي بيعمله هايت من دوت في الميركري، فانا لو عايز اعمل اعرف البريشر اللي عامله الميركري قد ايه بضرب في الرو جي بتاعته عشان اعرف الميركري الهايت بتاع الميركري ده عامل بريشر قد ايه، هضرب في الرو جي ده. لو هو في المساله اداك الدنس بتاعت الميركري، ما اداكش الدنس بتاعت الميركري، فبتمشي الخطوتين دول. وطبعا لازم من الميتر ميركري، ما ينفعش من السنتيمتر او المليمتر، لازم تحوله من الاول لميتر وبعد كده تروح ناطط على الباسكال. لو هو عايزها بالبار فانت حول الباسكال الاول معلش، وبعدين اعمل ديفايدد ال 10 باور 5. وطبعا العكس لو هو برضو مدي لك الدنس بتاعت الميركري، فانت الكلام ده هتعمل ديفايد. بس ده كده هو شابتر 3 كله، اتمنى ان هو يكون واضح بالنسبه لنا، اتمنى ان هي تكون مراجعه مثمره وتكون فهمتنا حاجات كتير. عندنا كده كام ابلكيشن على الدنسي وعلى البريشر عموما. في الدنسي احنا ساعات بنستخدم الدنسي او مفهومنا عن الدنسي عشان خاطر نقدر نعرف بعض الامراض، ان انا ممكن اقيس الدنسي بتاعت البلد. لو قست الدنسي بتاعت البلد ولقيتها مثلا higher density than usual او لقيتها lower density than usual، فبعرف ان في حاجة غلط في الانسان دوت. مثلا higher density كتاب المدرسة مش قايل لنا ايه الامراض اللي ممكن تكون موجودة، بس هو بتبقى نسبة حاجات زيادة في الملح، مثلا املاح زيادة في الملح، نسب معادن مختلفة او زيادة او كده، ما علينا منها يعني عشان ما افتيش في حاجة انا مش عارفها قوي. انما لو لقيت الدنستي قليلة ده كده معناه ان الشخص دوت مثلا عنده انيميا. فانا ممكن من بعض التحاليل اللي بتتعمل ان احنا بنجيب عينة سامبل من البلد وبنقدر ان احنا نقيسها، ومن القياس دوت بنعرف اذا كان الشخص دوت عنده انيميا ولا لا. ممكن مثلا الدنستي بتاعت اليورين اللي هو البول، لو لقينا الدنستي مثلا بتاعته عالية اعلى من النورمال، فيبقى كده ممكن نقول ان الشخص دوت عنده املاح زيادة، فاقدر برضو اعرف بعض الديزيزز منها. بالنسبة للكار باتريز، احنا عارفين ان الكار باتري ده بيكون فيها الواح من الرصاص اللي هو الليد، وبيكون فيه ديليوتد هيدروليك اسيد. فلما الدنستي بتاعت الليكويد دوت بتقل، ده معناه ان ناقص سلفر وتفاعل مع الليد وتكون ليد سلفيت على البليت، فيبقى كده السلفر لما بينقص من الليكويد فالدنستي بتاعته بتقل، فيبقى كده هو الشحن بتاعه قل او ما بقاش مشحون. لما الدنستي بتزيد فيبقى كده البطارية ديت بتكون مشحونة كويس. ساعات من بعض الطرق عشان خاطر نعرف البطارية بتاعت العربية مشحونة ولا لا، هو ان احنا بنشوف الدنسي بتاعت الليكويد اللي موجود جوه. بالنسبة للبريشر، فهو عندي برضو ابليكيشن ان انا اقيس البلد بريشر. فالبلد بريشر بيكون فاريبل عشان خاطر الكاردياك عضلة القلب عمالة بتنبض، فهي بتضغط على البلد، فالبريشر بتاع البلد في الدم كله او في الجسم كله بيزيد، وهي بتريلاكس فالبريشر كله بيقل. فهو المفروض في ليفل نورمال اللي هو 120 اللي هو سايستوليك اوفر 80 اللي هو الدايستوليك. ال 120 ده الهاي، 120 ملي متر ميركري اوتر ده بيكون الماكسيمم، والسايستوليك الدايستوليك سوري اللي هو المينيمم اللي هو 80. سايستوليك نتيجه للكومبريشن او للكاردياك بتضغط على الدم اللي هو الكونتراكت بتاع الكاردياك، والدايستوليك بيكون نتيجه الريلاكسيشن بتاع الكاردياك. برضو من البريشر الاستخدامات ان انا اقيس البريشر بتاع التاير بتاع العربيه. العربيات دايما بنضغط هواء جوه وبنقيس البريشر بتاع الهواء اللي جوه، بس طبعا مش بنقيسه بمانوميتر. احنا ممكن نقيسه بمانوميتر بس مش بنعمل كده، بنستخدم حاجه اسمها بريشر جاوج عشان خاطر طبعا مش همسك بتاعه فيها ميركري واركبها في العربيه تيوب ازاز عشان خاطر اقيس البريشر. بنستخدم حاجه اسمها بريشر جاوج عشان خاطر نقيس على طول بعداد. لازم يكون البريشر كبير عند حد معين كده، لان لو اقل فبيبقى الفريكشن مع الارض بيكون عالي، وبالتالي استهلاك الوقود بيكون عالي وبيحصل دامج للتاير. اتمنى ان يكون الكلام واضح بالنسبه لنا وفاهمين الابلكيشن دي. شكرا.